السلام عليكم أصدقائي. اليوم حنطرح موضوع حقيقة سألت عنه مؤخرا وفي غاية الأهمية، كيف ممكن أتصرف لما الإنبوكس اللي عندي أو صندوق الإيميلات اللي في الأوتلوك فجأة يمتلي، يعني يصير فل وما أقدر أستقبل أي إيميلات. وهي حقيقة مشكلة بنحلها بقضية الأركايفينج أو باللغة العربية اللي هي الأرشفة. اليوم حطرح حركتين بالموضوع. الحركة الأولى إني أنا أعمل مانيوال أركايف، أرشيف عادي أو أرشفة عادية، وأوتوماتيك أركايف. بكل بساطة راح أجي أنا يا جماعة على فايل، وبضل على منيو، بنزل تحت على إشي اسمه تولز، وبعدين باجي على إشي اسمه كلين أب أولد أيتمز. هاي الطريقة ببساطة بحاول أعمل أنا أركايف للفولدر اللي أنا حسيته مسكر عندي وبطل يستقبل إيميلات إلى آخره، وهو الإنبوكس. فهون بضغط على إنبوكس وبقول له أوكي. برجع هون يا جماعة بلاحظ أنه نضاف عندي هون إيش اسمه أركايفز. لو أكبس عليها وأفتحها بلاقي في عندي هون فولدر الإنبوكس. شو اللي بصير عندي هون؟ اللي بصير عندي أنه أخذ الإيميلات اللي موجودة في الإنبوكس العادي تبعي، وأنا ممكن ببساطة مثلاً من الانبوكس تبعي هون في عندي ايميل فيه صور معينه، باجي بسحبه هيك يا جماعه. مثلا خليني اوريكم ايميل، فرضا هون دكتور احمد مثلا، بسحب ايميله هذا وبوديه على انبوكس. هون راح من هون تيجي على انبوكس هتلاقيه موجود عندي. تمام، لأن هاي القضية متعبة إني أظلني بالإنبوكس هون عندي وأجي أسحب كل إيميل بدي إياه. مثلا هذا الإيميل تبع دينشيب أوف أكاديميك ديفلوبمنت أسحبه هون ووديه على الإنبوكس اللي في الأركايف، شايفين؟ هاي قصة طويلة. هاي هون صار عندي، لا القضية ما فيها إني أنا ممكن أعمل هذا الكلام أوتوماتيك. فأنا يا جماعة باجي على فايل وباجي على أوبشن، بعدين باجي على Advanced، هيها، ومن هاي الخانة Auto Archives بضغط هون وبعمل Run Auto Archives Every 14 يوم. بمعنى أن كل 14 يوم بروح بأخذ إيميلاتي من الإنبوكس وحطها بملف مين؟ الأركايفز. كل 14 يوم بياخذ إيميلاتي من الإنبوكس وحطها هون يا جماعة في ملف الأركايفز. طبعا أنت بتعمل Check هون إلى آخره، أوكي من هالكلام بتخلص. طيب، فهيك انت بتضمن انه الانبوكس تبعك ما يمتلي، لانه كل 14 يوم راح ياخذ الايميلات ويحطهم وين عندك؟ في هذا الملف اللي هو انبوكس اللي جوا الاركايفز. طب في شغله مهمه هون جدا، اكبس كليك يمين هون، اوكي اكبس كليك يمين على الاركايفز هذا وروح على ايش اسمه اوبن فايل لوكيشنز، هتلاقي كل الايميلات اللي بتعملها اركايفز هتتخزن في هذا المكان، وهذا المكان ضروري جدا انك تحافظ عليه وتعرفه، او اتليست ممكن تاخده على external device وتحفظه هناك. فهيك بنكون حلينا مشكلة امتلاء الانبوكس عن طريق عملية الاركايف. ان شاء الله يا رب ان الحلقة عجبتكم. اي كومنت برحب فيه اسفل الفيديو. بليز لايك سبسكرايب شير، وانتظرونا في كل جديد. سلام عليكم.